السلام عليكم يا سنة تانية، معكم زميلتكم طه محمد من الفرقة الرابعة. إن شاء الله أشرح لكم النهاردة محاضرة المالجنت نيوبلازمس بتاع اليوترين بودي. قبل ما نبدأ كده عايزة أقول لكم إن شاء الله تبقى بداية موفقة للترم. انسوا أي حاجة بقى حصلت لكم في السنة ونص اللي فاتوا، أو حتى أي حاجة حصلت لكم لحد امبارح. كل يوم كل يوم بنبتدي بيبقى لكم فرصة جديدة انكم تبدأوا من جديد وتتغيروا للأحسن. بلاش تخلوا الشيطان يدخل لكم من نقطة ان هم احنا فشلنا قبل كده، لا مش هنقدر نعمل حاجة او نقوم تاني. لسه قدامكم وقت وتقدروا تعوضوا، واهم حاجة بس تسعوا وان شاء الله ربنا هيكرمكم. نبدأ بقى محاضرتنا. ان شاء الله الاوتلاينز اللي هنتكلم عنها النهارده في المحاضره، اول حاجه هوريكم الاول نورمال ستراكشر بتاع اليوترس، وبعد كده هنتكلم على الاندوميتريال كارسينوما بقى، وهنقول الكلاسيفيكيشن بتاعها والمورفولوجي بتاعها سواء بقى جروس او مايكروسكوبيك، والسبيريت بتاعها، وبعد كده هندخل على الجريدنج والبروجنوسيس بتاعها. بعد كده بقى هنتنقل لبناين تيومر تاني مشهور جدا في الفيميل، هو اللايوما يوما، ونخش بقى على مالجنت تيومر تاني اسمه اللايوما ساركوما، وهنتكلم برضو عن المورفولوجي بتاع كل واحد فيهم، وبعد كده هنتكلم بقى عن الكلينيكال بيكتشر بتاع كل واحد فيهم. قبل ما اخش في الموضوع، يعني عايز اقول لكم ان المواضيعين دول مهم، يعني المواضيع دي مهمه جدا في النساء في الكلينيكال. ما تاخدوا النساء ان شاء الله في سنه رابعه هتلاقوا ان المواضيعين دول من اهم الموضوعات، فحاولوا باذن الله كده ان شاء الله تفهموهم وتتأسسوا فيهم كويس. اول حاجة عندي الهيستولوجي بتاع اليوترس. انا عندي ان اليوترين وول بتاعي بيبقى فيه مايوميتريوم واندوميتريوم جنب بطن اليوترين كافتي. طيب الاندوميتريوم ده قلنا عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الميكوزا لايننج بتاع اليوترين كافتي. طب المايوميتريوم ده بتبقى السموث ماسل وول، الوول بتاعت اليوترس بتبقى عبارة عن سموث ماسل، بتبقى اندرلاينج الاندوميتريوم تحت الاندوميتريوم. يعني لو جيت شفت الشريحة دي اهو، دوت اهو ده الاندوميتريوم اهو، والحاجات البيضة دي الجلانس اللي مليانة في الاندوميتريوم، وده عندي اهوت المايوميتريوم كله اهو سموث ماسل. برضو من الحاجات اللي عايزاكم تتذكروها معايا، هو اكيد خدتوها في الفسيولوجي طبعا، اكيد خدتوا الاندوميتريوم دوت هرموني سنسيتيف، يعني بيستجيب للهرمونات، وبالتالي اصلا ده يعني بسبب الاستجابه للهرمونات دي بيحصل عندنا التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل، وبيحصل لنا المنستيرال سايكل اللي انتوا خدتوها اكيد في الفسيولوجي. اللي عايزه اكد عليه بس ان هو الاستروجين، عندي الاستروجين ده بيبقى مسؤول عن البروليفريتيف فيز، يعني هو اللي بيبقى مسؤول عن الجروث بتاع الاندوميتريوم. بعد كده ما بيحصل عندي الاوفيوليشن ويطلع الكوربس ليوتيم، ويطلع لي بقى عندي البروجستيرون ده بيعمل ايه في الاندوميتريوم؟ بيحفز الاندوميتريوم او الجلانس بتاع الاندوميتريوم ان يحصل لها سكريشن، ليه؟ عشان تعمل يعني تهيئ الرحم عشان لو حصل حمل يحصل امبلانتيشن للحمل دوت ويكمل بعد كده. طبعا لو ما حصلش حمل البروجستيرون بيحصل له دروب، وبالتالي يحصل شيدنج للاندوميتريوم. تمام، عشان كده بيقول لي ان الشيدنج اوكرز ويز لوس اوف بروجستيرون سبورت، يعني البروجستيرون بيقع بيحصل شيدنج للاندوميتريوم فتنزل المنسس، ودي بسميها المينستيرال فيس. عندي بقى هنبدا في الاندوميتريال كارسينوما. الاندوميتريال كارسينوما دي قلت لكم ان دي ان هي مالجنت بروليفريشن للاندوميتريال جلانس اللي موجوده في الاندوميتريوم، بيحصل لها بروليفريشن لدرجه يعني، فبالنسبه الريشيو ما بين الجلانس للاستروما اللي بتبقى موجوده في الاندوميتريوم بتبقى كتيره، الاندوميتريال جلانس بتبقى كتيره وبيبقى فيها بروليفريشن وبيبقى مالجنت. في بقى الكرايتيريا بتاع المالجننت، الاتيبيا والميتوتيك فيجرز والحاجات دي. طيب حاجه كمان بيقول ان الموست كومن انفيزيف كارسينوما اوف الفيميل جينيتال تراكت، بيقول ان هو من
من الكانسر يعني، اللي بيبقى في يعني اللي هو بيبقى مستقيم الانفيزيف كارسينوما، اللي هو بيعمل انفيشن يعني بيعمل من انفيشن، بعد كده هو بيبدا في الاندوميتريوم بيعمل انفيشن، بعد كده للسيرفكس، ومن السيرفكس للبلفس يعني الاستراكشر اللي حوالين البلفس، بعد كده يطلع بقى يعمل ميتاستاسيس للاورجانز الثانيه وهكذا. فهو بيقول لي ده اشهر انفيزيف كارسينوما يعني، اما بيحصل ممكن بيحصل منه انفيشن يعني، مشهور ان هو بيعمل بيحصل منه انفيشن يعني. بعد كده بيقول لي ان هو بيبقى طيب الست اللي بيبقى عندها اندوميتريال كارسينوما دي هتجيلي بايه؟ هتجيلي غالبا بتبقى ست بوست منوبوسال يعني، ست دخلت في مرحله المنوبوس وعدتها تمام، بيحصل لها بليدنج. فحتى بيسموها في النساء دي ان هي ايه، الارمنج ساين يعني، ست بوست منوبوزال وجايب بليدنج، لا ده انا اتاكد الاول ان ان اليوترس بتاعها سليم وما فيهوش كانسر او ما فيهوش اي نيوبلازمس ممكن تعمل كارسينوما بعد كده، وبعد كده بقى ادور على الاسباب التانية، بس اول حاجه لازم استبعدها اللي هي الاندوميتريال كارسينوما. عندي بقى الباسويز اللي بيحصل منها كانسر دوت، اما عن طريق الباسوي اللي هو الهايبر بليشيا باسوي او سبوراتيك باسوي. الهايبر بليشيا باسوي ده اكيد خدته في المحاضره اللي فاتت، الاندوميتريال هايبر بليشيا. والاندوميتريال هايبر بليشيا ده بيبقى عباره عن ايه؟ ده عندي مثلا اليوترس اهو، بتبقى عباره عن بروليفريشن للجلاند يعني، الجلاندس نسبه الجلاندس للاستروما بتبقى كبيره، بس لسه بقى ما حصلش الكرايتيريا بتاع المالجنس، لسه ما قلبتش اندوميتريال كارسينوما. طب ايه اللي يوصل الاندوميتريوم ان يحصل له فيه هايبر بليشيا؟ انا قلت لكم في السلايد اللي فاتت ان الاندوميتريوم ده هرمون سنسيتيف يعني بيتاثر بالهرمونز، فانا لو عندي اي حاجه حصلت للست دي خلت مثلا خلت البروجستيرون مش بيطلع في، طبعا احنا عندنا في البوست منوبوزال مفيش اوفيوليشن بيحصل، وانا عندي عشان البروجستيرون يطلع لازم يحصل اوفيوليشن الاول عشان يتكون الكوربس ليوتيم وبعد كده يطلع لي البروجستيرون. طيب هي هنا ما عندهاش، مفيش بروجستيرون يوقف لي الاستروجين اللي عمال يزيد في افرازه دوت في الريليز بتاعه، وعمال يأثر على الاندوميتريوم، مفيش حاجة يعني مفيش بروجستيرون بيطلع يوقف الاستروجين ده، عشان كده بتحصل الهايبربليشيا دي. طب ليه في ست بوست منوبوزال احنا قلنا ان ما بيحصلهاش اوفيوليشن يعني مفيش بروجستيرون مفيش حاجة بتوقف الاستروجين؟ طب الاستروجين ده جالها منين؟ انا عندي في الاديبوس تيشو بتاعتنا وبالذات بتاعت الست، بيبقى في الاديبوس تيشو او الفات سيس بتاعتها بيتحول عندي الاندروجين بيتحول الى استرون. استرون دوت نوع من انواع الاستروجين، والاسترون ده اللي بدوره بيأثر على البطانة بتاعة الرحم. طيب في سبب كمان، الستات اللي هما بيبقى في البوست منوبوزال دول دكاترة النساء بيمشوهم على هرمونال ريبليسمنت ثيرابي، بيمشوهم على لازم يدوهم استروجين، لازم ياخدوا استروجين. ليه؟ لان اتضح بعد كده ان الستات دي اما الاستروجين عندها بيتقطع وكده بيأثر على البوم بتاعهم بيحصل فيه اوستيوبروزس، وممكن يحصل لهم مشاكل في يحصل لهم كارديو فاسكولار ديزيز وهكذا، عشان كده بيدوهم استروجين. فلو حصل مثلا ان هي بتاخد الاستروجين اللي بتاخده من بره دوت ممكن يأثر لي على الاندوميتريوم ويعمل لها اندوميتريال هايبربليشيا، ومن ثم يعمل لها اندوميتريال كارسينوم. طيب هو ايه الاسبوراتيك باسوي ده؟ الاسبوراتيك باسوي ده لا هو ما حصلش بروليفريشن لاي حاجه في الاندوميتريوم، ده بالعكس، ده الاندوميتريوم بيبقى اتروفيك يعني البطانه بتاعته مش سميكه كده، ما فيش بروليفريشن للجلاندس ولا الاستروما، عشان كده مسمينه اسبوراتيك. طيب هو هل في ليجن بتحصل قبل ما يحصل الاسبوراتيك اندوميتريال كارسينوما دي؟ لا يعني مثلا انا عندي في الاندوميتريال كارسينوما اللي بتحصل عن طريق الهايبربليشيا باسوي بيحصل لي الاول اندوميتريال هايبربليشيا، فبتنبهني يعني مثلا الست دي ممكن تجي لي ببليدنج واشوف الاندوميتريوم بتاعها يعني ياخد بايبس من الاندوميتريوم، لا ده لسه يلاقيها لسه في الهايبربليشيا تمام، فيلحقها على طول بالعلاج تمام، عشان كده البروجنوسيس بتاعه بيبقى كويس. لكن دي لا، دي بتجيلي على طول بالاندوميتريال كارسينوما، مفيش حاجه مفيش الارمنج ساين تنبهني ان هيحصل لسه كانسر، على عكس الاندوميتريال كارسينوما اللي بتحصل عن طريق الهايبربليشيا باسوي تمام. ولو جينا شفنا الصوره ديت اهي، دي فيها بروليفريشن للجلاند سيل.
دي اندوميتريا كارسينوم. طيب الكلاسيفيكيشن بتاع الاندوميتريال كارسينوما بقى، الكلاسيفيكيشن ده بصراحة هو موجود عندكم في الكتاب فطبعا هنقوله يعني. بصوا بقى، متقسمة لتو كلاسيفيكيشن، اول كلاسيفيكيشن اللي هو كلينيكو باثولوجيكال تايب، مقسمها لي بقى يعني، مقسم لي الاندوميتريال كارسينوما دي لنوعين. كلينيكو باثولوجيكال تايب يعني مثلا ايه من حيث الكلينيكال، يعني يعني النوع دوت الست اللي هتجيلي هيبقى سنها كذا، طب العوامل اللي خلتها اللي سببت الكانسر ده كذا. طيب لو ما فيش اي ماركرز مثلا توضح لي في التحاليل الكانسر ده وهكذا، فهو ده دي تقسيمه الكلينيكال باثولوجيكال. طيب الهيستولوجيكال تايب طبعا بيوريكي انواع الاندوميتريال كارسينوما يعني شكلها واخده ايه تحت الميكروسكوب. نيجي بقى للكلينيكو باثولوجيكال تايب، لو متقسم لي نوعين تايب 1 وتايب 2. ويعتبر الهيستولوجيكال تايب جزء من الكلينيكو باثولوجيكال تايب. تايب 1 ده بقى اللي هو بيبقى ناتج عن الهايبر بليشيا عامه، الفريكوينسي بتاعه ده بيحصل في 80%، يعني 80% من الكيسز بتبقى تايب 1. طيب اما تايب 2 اللي هو النوع الوحش، لا ده 20% من الكيسز بتبقى تايب 2. طيب الايدج هو هنا كاتبها لكم في الكتاب، اللي هي سن 50 سنة، بريمينوبوزال. بريمينوبوزال دي اللي هي قبل المينوبوز على طول، دي برضو ست. انا عندي فترة البريمينوبوز دي بتبقى سنة، بتبقى مدة سنة، مدة سنة بتنقطع المينستيرول سايكل عن الست دي، او يعني البريمينوبوزال بتبقى المينستيرويشن قصدي المنسس انقطعت عند الست دي. بعدها بسنة بقى بقول بقى ان الست دي منوبوز، بعدها بقى ما بتعدي بقول بقى ان الست دي بوست منوبوزال. بس لو جات لكم في الاختياري اختارها بوست منوبوزال، تمام. اما تايب 2 بقى بيجي بقى في البوست منوبوزال، اللي هو بقى بيبقوا في الاواخر خالص، يعني 60 سنة، 70 سنة وهكذا. لكن في تايب 1 دي لا، ده الست بتبقى لسه في مرحله يعني لسه قبل المنوبوز بسنه، او في المنوبوز او بوست منوبوزال. بس لو جات لكم في الاختيارات زي ما قلت لكم فاختاروها بوست منوبوزال. بس لو اكيد طبعا يعني لو جه مثلا في الاختيار، انا بقول لو بيتكلم عن الاندوميتريال كارسينوما عامه هتختاروها بوست منوبوزل، لكن لو طبعا لو جاي قايل لكم تايب 1 وهكذا ومتحدده زي ما موجوده في الكتاب كده فهتختاروا بري منوبوزل. الريسك فاكتورز بقى، وبرده ممكن تتاكدوا من حد من عندكم من الباثولوجي برده، عشان يعني لو جالكم السؤال ده في الامتحان. الريسك فاكتورز بقى بتاع تايب 1 زي ما قلنا الاندوميتريال هايبربليشيا، تمام. وعندي الاوبستي، وانا قلت لكم ان الاوبستي اللي عندي في الفات سيلز بيبقى فيه فات سيلز كتير، الفات سيلز دي الاندروجين اللي فيها بيتحول لاسترون، الاسترون ده نوع من انواع الاستروجين وبيأثر بقى على الاندوميتريوم ويحصل له بروليفريشن وهكذا. والدايابيتس ميليتس، في الدايابيتس ميليتس عامة يعني هو الميكانيزم بتاعها تقريبا اعتقد يعني ان بيبقى الانسولين ريسبتورز بتبقى موجودة، يعني انا مش فاكراها قوي بس هو عامة يعني عرفوها، وانا لو افتكرتها هبقى اقولها لكم في المراجعة. وعندي برضو الهايبرتنشن بيأثر، والانفرتيليتي، وانا قلت لكم ليه، انا عندي ان انا قلت لكم ان لما بيحصل هايبر بليشيا بيحصل بسبب ان مفيش اوفيوليشن، وانا عندي عشان يبقى فيه بروجستيرون يوقف الاستروجين اللي طالع على الفاضي دوت، طالع عمال على بطال، ده لازم يحصل اوفيليشن عشان يخرج الاستروجين. وست عندها انفيرتيليتي، ممكن اصلا من اسباب الانفيرتيليتي الست دي ما بيحصلهاش اوفيوليشن، مفيش بروجستيرون عندها، فطبيعي الاستروجين طالع كتير قوي، طالع كتير قوي عندها، فما فيش حاجه بتطلع توقف الاستروجين، مفيش بروجستيرون بيطلع، تمام. بعد كده برضو الاكسبوجر تو ان اوبوزد استروجين، هي اصلا تعتبر كل العوامل الاساسيه مبنيه على السبب ده اللي هو الاكسبوجر تو ان اوبوزد استروجين، استروجين عمال بيطلع مفيش بروجستيرون بيطلع يوقفه. طيب تو بقى بيبقى زي ما قلت لكم ان الاندوميتريوم بيبقى اتروفيك.
طيب المولوكيولار ارتيليشن يعني ممكن يحصل، يعني في جينز طبعا بتبقى موجودة في الجسم، واحنا عندنا اصلا معظم التيومرز اساسا اللي بتحصل بسبب ميوتيشن في الجينات اللي موجودة عندنا في الجسم. طيب ايه يعني ايه الميوتيشن اللي ممكن تحصل في الجينات اللي تخلي عندي اندوميتريال كارسينوما من التايب 1؟ في جين اسمه بي تي اي ان جين، تمام، او جين اللي هو الكي ار اي اس جين دوت، هو الار اي اس فاميلي دي، تمام، الار اي اس فاميلي دي ديت دي جينات اسمها بتعمل حاجة اسمها سيجنال ترانسدكشن. يعني ايه؟ الجينات دي بتبعت للنواة بتاعت الخلية جروث سيجنالز، بتبعت لها اشارات للنمو، بتبعت اشارات للدي ان ايه اللي موجود في النواة بتاع الخلية دي انه يحصل نمو وهكذا. طيب طبعا الجين ده لو فضل شغال عمال على بطال هيعمل لي تيومر. طيب ايه اللي بيوقف الجين ده اصلا كنورمال؟ بعد ما بيخلص مهمته في ان يبعت جروث سيجنالز للنواة، طبعا مش هيقعد يبعت لها على طول جروث سيجنالز عمال على الفاضي، لا ده لازم يقف، لازم يحصل له ان اكتيفيشن. الجين ده بقى بيعمل لنفسه ان اكتيفيشن وبيساعده على ذلك انزيم معين، مش هنقول اسم الانزيم، بس الجين دوت بيعمل لنفسه ان اكتيفيشن عشان لو فضل يبعت في جروث سيجنالز للنواة بتاعت الخلية تقعد تتكاثر ويحصل منها تيومر. طب لو حصل ميوتيشن في الجين ده مش هيعمل ان اكتيفيشن لنفسه، وبالتالي هيقعد يبعت جروث سيجنالز للخلية باستمرار، وبالتالي هيحصل له منه تيومر. وطبعا ميس ماتش الريبيل جينز طبعا لو حصل فيها ميوتيشن او كده، الدي ان ايه بتاع، يعني انا عندي الدي ان ايه لو حصل فيه اي حاجه بيبقى موجود في جسمي، الريبيل جينز بتصلح الدي ان ايه ده. طيب لو حصل فيه ميوتيشن إيه، لا الدي ان ايه دوت هيحصل، هيبقى فيه خلل، تمام، فالخلايا تقعد تتكاثر بكثره برضو ويحصل منها تيومر. طب اما النوع بقى اللي هو السبوراتيك اللي هو اندوميتريال كارسينوما تايب 2، ده بيبقى مرتبط بالبي 53 ميوتيشن، بالجين اللي هو اسمه بي 53 ميوتيشن جين، وبتاع ده كنت اقول لكم ايه، احفظوه عشان مهم، يعني اعرفوا الحته بتاعت بي 53 ميوتيشن دي عشان موجوده في كتاب بصومه وكده، فاعرفوها عشان مهمه. الهيستولوجيكال تايبس بقى عندي نوع اللي هو الاندومتريويد ده اللي هو بيبقى ناتج عن هايبربليشيا، تمام، هايبربليشيا حصلت وقلبت باندومتريويد او اندومتريال كارسينوما. يعني ايه اندومتريويد؟ اندومتريويد ده يعني الاندومتريويد ده بيبقى ناتج زي ما قلنا عن الهايبربليشيا بصوي. طيب اندومتريويد يعني ايه اندومتريويد؟ يعني الخلايا اللي بتطلع بتبقى، يعني الخلايا اللي بتطلع اللي هي تيومر سيلز بتبقى شبه الخلايا الاصليه اللي هي الام، عشان كده النوع ده دايما بيبقى احسن، وفي بيبقى واخد شكل تاني اللي هو بيبقى ميوسينس، بس ده بيبقى رير. انا عندي الاندومتريويد هو اللي بيبقى متركز يعني. طب النوع التاني اللي هو بيبقى الاندومتريال اتروفيك ممكن يحصل، بيبقى سيرس، والنوع السيرس ده بيكون لي بابيلاري، يعني هنشرحها في السلايد الجاي تقريبا، بيبقى فيه بابيلاري فورميشن، وده اشهر حاجه بتيجي في الاندوميتريال كارسينوما تايب 2، تمام، وبيبقى برضه ممكن يحصل كلير او سكويمس، بس الاشهر السيرس، وهنا الاشهر الاندوميتريويد. طيب البيولوجيكال جريد يعني الجريدنج بتاع ده بيبقى له، عشان كده دايما البروجنوزيس بتاع التيومر ده بيبقى احسن. طيب ده لا ده هاي، ده انا قلت لكم اصلا ان هو ممكن يعني بيبتدي لي اصلا الكانسر ده لو ابتدى بيبقى هاي جريد وبيبقى عنيف واجريسيف قوي. طيب الهرمون ريسبتور او وهرمون سيرابي، هو انا ايه الاحسن، ان التيومر ده يبقى بوزيتيف هرمون ريسبتور ولا نيجاتيف هرمون ريسبتور؟ لا هو الاحسن ان هو يبقى بوزيتيف هرمون ريسبتور. طب ليه يبقى احسن ان هو يبقى بوزيتيف هرمون ريسبتور؟ لاني هو
معنى كده ان التيومر ده بيستجيب للعلاج بالهرمونات. يعني انا عندي، انا قلت لكم ان السبب في التيومر دوت ان الاستروجين عمال طالع طالع، عمال بكثره بكثره، ان ابوزد استروجين، مفيش حاجه بتوقف الاستروجين ده. طب انا لو اديت الست دي بروجستيرون من بره، عشان كده في الحالات الاولانيه بيعالجوها ببروجستيرون، بيدوها بروجستيرون وبعد كده يعملوا وزدروه للبروجستيرون ده فيقع الاندوميتريوم، عشان فدي حاجه كويسه. التيومر ده كويس وبيعتمد اصلا على هرمون سيرابي بالذات في الحالات الاولانيه، وقلنا ان هو بيبقى بوزيتيف هرمون ريسبتور. طيب دوت لا، ده نيجاتيف هرمون ريسبتور وبيبقى اندبندنت اصلا، مش معتمد على الهرمون سيرابي، يعني ده مش بيعالجه بهرمون سيرابي. البريكيرسر ليجن ده انا قلت لكم اندوميتريال الاي اي ان دي اندوميتريال انترا ابيسيليا نيوبلاست تقريبا. ثانية واحدة، معلش. هو دي موجود عندكم في الكتاب برضو، زي ما قلنا ان انا قلت لكم ان الهايبر بليشيا بتبقى بريكيرسر ريجن للتيومر ده، فموجود في الكتاب بس معلش انا نسيت اكتبها في الداتا، موجود في الكتاب اللي هي اتيبيكال اندوميتريال هايبر بليشيا. زي ما انا قلت لكم ان الاندوميتريال هايبر بليشيا بتحصل لما يحصل فيها اتيبيا كتير بتقلب الاندوميتريال كارسينوم. دي بقى اللي هو النوع اللي هو السيرس دوت، او النوع اللي هو تايب 2. بيقول يعني ان البريكيرسر ريجن بتاعتها بتبقى اندوميتريال انترا ابيسيليال كارسينوما، بس انا مش شايفاها الصراحه، يعني انا مش شايفاها ان هي حاجه ممهده للكارسينوما، هي اصلا يعني بتبتدي بكارسينوما اساسا. فعرفوها برضو. الاميونو فينوتايب دوت سيبوه دلوقتي دوت، عشان هقوله لكم في المراجعه، عشان عايزه اشرحه بالتفصيل، يعني عايزه اشرح لكم يعني ايه اميونو فينوتايبنج وايه اللي بيحصل وهكذا. نيجي بقى بعد كده للمايومتريال انفيشن والستيج ات دايجنوزيس. المايومتري ان انا عندي، ان قلت لكم ان الكانسر بيطلع في الاندوميتريا تمام، وتحت الاندوميتريا في المايومتريا اللي هو موجود في الوول، ف اللي يعمل انفيجن من الاندوميتريوم للمايومتريوم ده بيبقى مينيمال قوي في ال مينيمال قوي في الاندوميتريال كارسينوم. طيب والستيج ات دايجنوزيس بتبقى لو زي ما قلت لكم، يعني لسه بتبقى جايه في الحالات الاولانيه. حتى انا قلت لكم ان ايه، ممكن يبقى ست عندها اندوميتريال هايبر بليجيا وينزل عليها بليدنج، وهي ست بوست منوبوزل، وبعد كده اشوف الرحم بتاعها الاقي لها ان هي لسه، لا ده لسه في الاول اندوميتريال هايبر بليجيا، فالحق اعالجها على طول. لكن دوت ده بيعمل انفيجن ديب قوي للمايومتريوم، بيخش في المايومتريوم قوي وعنيف جدا. والستيج ات دايجنوزس يعني اما ما بيجي بقى يشخصوه في كلينيكال ويظهر على 6 اعراض وهكذا، بيكون خلاص ان هو بيبقى هاي جريد تمام. السبريد والكلينيكال كورس، اي حطوها قاعده، اي تيومر بيحصل عندي وهيحصل منه سبريد الليمف نود اللي هيروح لها بتبقى الليمف نود اللي ماشيه تبع البلاد سبلاي بتاع العضو ده تمام. يعني مثلا انا عندي الكدني بتاخد البلاد سبلاي بتاعها من الرينال ارترز، الرينال ارترز دي طالعه من الاورطه، فالليمف نود بتاعت الكدني دي بتبقى فين؟ الريجنال الليمف نود بتاعتها بتبقى ماشيه مع الكورس بتاع البلاد سبلاي بتاعها اللي هو الاورطه، بتروح بقى في البرا اورت كريم في نود وهكذا. فدي نفس الفكره بالظبط، بتروح للريجنال الليمف نود اللي بتبقى ماشيه مع البلاد سبلاي بتاع الاورجن ده، ريجنال الليمف نود، وبتروح برضو للتيستنت سايتس. طيب الكلينيكال كورس بتاعها لا، ده بيبقى فيفورابل ليه؟ لان انا بكتشفه اصلا ساعات في، يعني كتير من الحالات بيكتشفوه في الاول، وعلاجه زي ما قلت لكم ان هو بيبقى معتمد على هرمون سيرابي في الاول، يعني ممكن يبداوها ببروجسترون الاول قبل ما يدوا بقى كيمو سيرابي وراديشن. كيمو سيرابي وراديشن دي بيخليها في الحاجات في الحالات اللي هي بتبقى الاخيره خالص، عملت ميتاستاز مثلا وهكذا. هنا بقى النوع اللي هو التاني دوت اللي هو تايب 2، السبريد بيحصل بدري قوي لان انا قلت لكم هو بيبتدي هاي اصلا،
ويروح للفالوبيان تيوب، ومن الفالوبيان تيوب يطلع بقى على البروتونيال كافيتي، والكورس بتاعه انفيفرابل زي ما قلت لكم، والكورس بتاعه بيبقى اجريسيف قوي. انا قلت لكم ان الهيستولوجيكال تايب اصلا احنا لسه قايلينه ده جزء من من الكلينيكال باثولوجيكال. تايب 1 اللي احنا قلناه هو لان بيبقى ناتج عن هايبر بليشيا باسوي، وتايب 2 اللي هو بيبقى سبراتيك باسوي. تايب 1 قلنا ان بيبقى 80% بتبقى اندومتريويد كارسنوما. اندومتريويد قلت لكم يعني ايه اندومتريويد؟ اندومتريويد يعني بتبقى يعني شبه اللي هو looks very much like the normal endometrium، تبقى شبه النورمال endometrium قوي. وانا عندي اي تيومر، ودي قاعدة برضو خدوها، اي تيومر عندي بيقلد الخلايا الاصل وبيبقى طالع شبهها، ده بيبقى البروجنوسيس بتاعه بيبقى حلو قوي قوي قوي. يعني كل ما التيومر يبقى الخلايا اللي طالعه منه طالعه بتقلد الخلايا الاصل، فدي بتبقى حاجه كويسه في الجريدنج بتاعه وفي البروجنوسيس بتاعه كمان. ممكن بقى يبقى فيها ويز سكويماس ميتابليزيا، يعني شويه من الاندومتريوم دوت يتحول لسكويماس ابيسيليوم. ممكن يبقى معاها فيلو جلاندولار او سيكريتوري، هو غالبا اصلا بيبقى سيكريتوري. تمام. اندومتريويد كارسينوما ده اللي هو الادينو كارسينوما، لان هو انا قلت لكم ان هو بيبقى مالجنت بروفريشن وفي وفي الاندومتريال جلاندز. تمام. فادينو كارسينوما يعني جلاندز، بيطلع في الجلاندز يعني، او بيبقى سيليتد. بس انا اهو يبقى دي الاندومتريويد كارسينوما والاشكال اللي ممكن تيجي معاه. ممكن يحصل سكويمس ميتابليشيا او فيلو جلاندولار او يبقى سكريتوري او سيليتد، بس غالبا يعني بيبقى سكريتوري. تمام. وبيبقى فيه ميوسينس كارسينوما، ودي قلة لما بتحصل يعني. هو اهم حاجه الاندومتريويد كارسينوما، واعرفوا دي ك يعني ايه كنوع من انواع تايب 1، عشان لما مثلا لو جت في الاختياري مثلا تايب 1 ايه وايه كده يعني. تايب 2 بقى دي كارسينوما ارايزس ان اتروفيك اندومتريوم وذ نو ايفيدنت بريكيرسر ليجن. يعني انا موجود في كتاب بصومه اصلا ان هو ما فيش بريكيرسر ليجن بتحصل قبليه، يعني هو ما بيبتدي على طول بيبتدي هاي جريد. حتى هو عندكم كاتب لكم في الكتاب ان البريكيرسر ليجن اندومتريال انترا ابسيليا كارسينوما، يعني حاجه كده مش مقنعه بصراحه، ف عرفوها وخلاص يعني. اشهر نوع طبعا السيروس كارسينوما اللي هو بيعمل بقى بابيلاري فورميشن، وهنقولها بعد كده. ويبقى فيه كلير سيل كارسينوما، وفي سكويمس سيل كارسينوما، وفي اندفرنشيتد كارسينوما. اندفرنشيتد كارسينوما دي يعني الخلايا بتبقى شبه الخلايا الاصل خلاص خالص، يعني ما فيش اي حاجه صغيره كده شبه الخلايا الاصل تماما، وده بيبقى طبعا حاجه وحشه. بس اشهر حاجه طبعا السيروس كارسينوما. يعني اما يقولوا لكم تايب 1 تفتكر على طول الاندومتريال كارسينوما، تايب 2 السيروس كارسينوما. تمام. وفي بقى ميكسد بيبقى مخلط، يعني ده على ده. صرفولي الاساسيات، الاندومتريويد كارسينوما يتركز عليه ان هو بيجي في 80%، وبيبقى الخلايا اللي سميناها اندومتريويد عشان الخلايا اللي بتطلع بتبقى شبه النورمال اندومتريال. واعرفوا بقى الاشكال اللي بتيجي معاه، بس طبعا من اهمهم السكريتوري. التايب 2 اللي هو بيبقى اهم حاجه فيهم اللي هو السيروس كارسينوما. نيجي للمورفولوجي بقى اللي هو جروس بيكتشر. انا عندي دوت شكل دي كارسينوما طالعه اهو، ده دي كارسينوما طالعه في الاندوميتريوم بتاع اليوترس، حتى السيرفكس كمان اهو تقريبا عامله انفيشن للسيرفكس اهو، شفتوا. اليوترس بيبقى لارجت كبير طبعا. كومن ان الفندس دي يعلموا عليها عشان مهمه، وحتى برضو تقريبا حتى موجود سؤال في الاسئله، يعني موجود في السؤال ان هو بيطلع في الفندس اشهر حاجه، يبقى كومن ان هو يطلع في الفندس. تمام. الفندس ده اللي هو جزء اصلا اللي بيحصل اما بيحصل امبلانتيشن وكده للجنين، بيحصل في الفندس من فوق في الاندوميتريوم بتاعه يعني. التيومر بقى بيظهر لي ازاي؟ فانجيدنج بوليبويد ماس. تمام. يعني ماس طالعه كده واخده شكل بوليب مثلا، وبتبقى فانجيتنج كده مثلا يعني، او شكل بقى ديفيوز انفلتريتنج كارسينوما. يعني لا ده منتشره، كارسينوما منتشره في الاندوميتريوم بتاع اليوترس بحاله يعني. انا اعتقد دي ديفيوز اندوميتريال كارسينوما. بعد كده الميكروسكوبك بقى اندوميتريويد ادينو كارسينوما. هنتكلم عن الميكروسكوبك في الاندوميتريويد ادينو كارسينوما والسيروس كارسينوما. حتى انا قلت لكم في الانواع التايب 1 والتايب 2، قلت لكم ركزوا في التايب 1 على الاندوميتريويد،
كارسينوما، لو اندوميتريويد ادينو كارسينوما، وركزوا لي على تايب 2 اللي هو السيروس كارسينوما. وما تنسوش ان قلت لكم انا كاتبه لكم جنبها عشان ما تنسوهاش، ان هو بريزنتس از هاي ستيج، يعني الست دي اما تيجي تشتكي من حاجه او كده وخلاص بياخدوا بيبسي من الاندوميتريوم بتاعها عشان يشوفوا في ايه، لا بيلاقوا ان هي هاي ستيج على طول. تمام، هاي ستيج ديز ويز بور بروجنوسيس، البروجنوسيس بتاعه بيبقى وحش قوي. اسف على الكحة اللي كل شوية دي. الاندوميتريويد ادينوكارسينوما بقى بتبقى بيبقى شكل الجلاند بتبقى elongated or rounded and crowded glandular space، تمام، ما بين ال spaces بتاع الجلاند بتبقى مزدحمة ببعضها كده عشان في proliferation، بتبقى elongated اهي زي دي كده وهكذا. بيبقى الابيثيليوم بتاع الجلاندز دي بيبقى كلها من الابيثيليوم سيلز، او زي ما قلت لكم ليه سميناه اندوميتريويد، عشان هو بيشبه ريسمبلينج نورمال اندوميتريال ابيثيليال سيلز، بيشبه الاندوميتريال ابيثيليال سيلز الاصليه، عشان كده البروجنوزس والجريدنج بتاعه دايما بيبقى حلو. طيب الاتيبيا بقى والنيوكليار كراودنج اللي هي علامات الماليجنسي والكرايتيريا بتاع الماليجنسي عشان اقول ان ده مالجنت تيومر، بتبقى فارينج ديجري، يعني في ممكن تبقى ديجري كويسه، لا لا ده اللي هو يعني مثلا الاتيبيا بتاعتها بتبقى حاجه بسيطه، او في حاجات تانية الاتيبيا بتاعتها بتبقى كتيره يعني كبيره. قلنا طبعا هو جود بروجنوزس، حتى بيقول لي ان الفايف يير سيرفايفل ريت فور ايرلي ستيج، يعني بعد 5 سنين مثلا لو اكتشف، يعني لو اكتشفوا الكارسينوما دي بدري واستمرت الست دي على العلاج وهكذا، فبيقول لي 5 سنين بعد ما يجي لها الكانسر ده وهكذا، المعدل ان هما ينجو منه او كده 90%، فدي نسبة كبيرة وحلوة، فعشان كده هو جود بروجنوزس. طيب السيروس ادرينال كارسينوما ده قلت لكم ان هو بيبقى كاركترايزد باي بابيلاري ستراكشر، تمام، ويز ساموما بادس فورميشن، اهو بصوا لو شفتوا دي شكل البابيلي، شكل البابيلي اهو، ودي دي الفايبروفاسكولار كور، اي بابيلي طبعا بيبقى فيه الكور بتاعها بيبقى فايبروفاسكولار اللي هو بيبقى فيه بلاد فيسلز وهكذا. لكن دي مثلا تعالوا على دي، لا ده دي هنا في كالسيفيكيشن، كالسيفيكيشن عملت لي حاجه اسمها سموما بادز، سموما بادز دي بتبقى كالسيفايد بادز، يعني بادز بيبقى فيها كالسيفيكيشن وهكذا، فهو بيظهر لي على شكل بابيلي، وممكن البابيلي دي يبقى جواها السموما بادي دي، تمام، زي ما قلنا سمول تافتس اور بابيلي. بالاضافه الى ان ممكن يحصل برضو يعني يبقى في بروفريشن للجلاند، يعني انا احنا قلنا في الاندوميتريال كارسينوما بيبقى فيه بروفريشن للجلاند وهكذا، فهو بيقول ان بالاضافه للبابيلي دي ممكن الاقي برضو جلاندس برضو حصل فيها بروفريشن وهكذا. ماتش جريتر سيتولوجيكال اتيبيا، طبعا انا قلت لكم اصلا ان هو بيبتدي هاي جريد، فاكيد الاتيبيا بتبقى عنيفه في التيومر ده، اكسيبتس اجريسيف بيهيفير، بياخد البيهيفير بتاعه بيبقى اجريسيف، ايوه ده اكيد ولازم تعرفوه، يعني دي مهمة. نيجي بقى للسبريت بتاع التيومر دايركت، اول حاجة اما بيبتدي عندي سبريت دايركت يعني الحاجات اللي جنبه، انا عندي اليوترس بتصل بتو فاليبيان تيوبس وتحت السيرفكس واليوترس نايم على البلادر يعني انا عندي البلادر اهي اليوترس نايم عليها، تمام، البلادر انتيريور لليوترس. اليوترس بقى اما اول ما يعمل سبريت هيروح بقى للفاليبيان تيوب، تمام، اللي متصل بيهم، او ينزل تحت السيرفكس، او يعمل انفيجن على البلادر اللي بيبقى نايم عليها. طيب الليمفاتيك تو بلفيك ليمف نود، احنا قلنا الليمف نود عامة بتروح للريجنال ليمف نود، الريجنال ليمف نود دي يعني الليمف نود اللي ماشية مع البلاد سبلاي بتاع الاورجان ده، وانا عندي البلفس البلاد سبلاي بتاعه بيبقى جاي من الارتريز برضو، بتبقى تقريبا انترنال الياك ارتري حاجه زي كده اعتقد يعني، فهو بيبقى ماشي بقى مع البلفيك ليمف نود اللي بتبقى موجوده مع بتبقى ماشيه مع البلاد سبلاي. طيب طب لو عن طريق البلاد
ما يحصل بقى ميتاسز وكده هيروح لللنج وبعد كده للليفر وبعد كده للبونس وهكذا. تمام، الاستيجنج بتاعه، الاستيجنج مهم مهم مهم، لان كانوا مركزين عليه عندنا في النساء وكده، فلازم تعرفوه. تمام، وبالذات ستيج 2 دي. ستيج 1 بيبقى خلاص لسه موجود في البادي بتاع اليوترس، لسه منزلش تحت عن السيرفكس. ستيج 2 لا، دخل البادي بتاع اليوترس كله بالسيرفكس. طيب الستيج 3 بيوند ذا يوترس، يعني بقى خلاص يعني طلع من اليوترس مثلا، راح للبلادر، نزل بقى على يعني راح على الريكتم وراه، تمام، وهكذا. بس لسه برضو موجود في البلفس، لسه موجود في البلفس، لسه ما طلعش بره البلفس. طيب الستيج 4 ديستانت ميتاستاسيس، بيبعت ميتاستاسيس بقى خلاص يعني راح بقى للاذر فيزرا زي مثلا اللنج والليفر وهكذا. طيب الجريدنج بقى بتاعه، الجريدنج قال ان الجريدنج بتاعه بيعتمد على الاركتكتشر باترن بتاعه، يعني شكله في شكل الخلايا، شكلها شبه الخلايا النورمال او واخده جزء كبير من شبه الخلايا النورمال ولا لا. وبيعتمد برضه على النيوكليير اتيبيا، النيوكليير اتيبيا بقى، يعني لو حصل نيوكليير اتيبيا هلاقي النيوكليوي بقى بقت تبقى شكلها راوند، او ممكن تبقى يحصل لها فاريشن ان السايز اند السايز والشيب وكده، يعني يبقى شكل النواة كده اللي هو متغير واخدة احجام مختلفة، وحتى لما تيجي تصبغوها او كده هتاخد صبغات مختلفة. تمام، هايبر كروميشيا ديت اللي هي بتبقى معناها يعني ان النواة بتبقى دارك قوي، النواة بتبقى لونها بارز كده. بعد كده بقى بيبقى كورسري كلامبت كروماتينج، الكروماتين عندي بيبقى متكعبل فوق بعضه كده، هبقى اجيب لكم صورة واوريها لكم برضو في المراجعة. بس الكروماتين هنا بيبقى ابنورمال، الكروماتين الموجود في النواة يعني بيبقى ابنورمال. وبرومننت نيوكلياي يعني هي كل الفيتشرز بتاعت المالينس اللي انتوا عارفينها قبل كده. وبيبقى فيه بقى طبعا فريكوينت اند ابنورمال ميتوزيس، ده اكيد اي تيومر في الدنيا وبالذات مالينت بيبقى فيه انقسامات ميتوزيه بتبقى ابنورمال طبعا. طبعا كل ما كان فيه نيوكليير اتيبيا اكتر والفيتشرز بتاع النيوكليير اتيبيا منتشره اكتر، كل ما ده بيزود لي من الجريدنج بتاع التيومر. طيب الجريدنج بقى بتاع التيومر، الجدول ده تحفظوه برضو عشان ممكن يجي لكم في الام اس كيو. الجريدنج لو الجي 1 السوليد اريا اللي بتبقى موجوده في التيومرز، انا قلت لكم ان هو طبعا كل ما التيومرز بيقلد الخليه الاصليه طبعا هيبقى احسن، فالخليه الاصليه اللي هي ايه، جلاندز، فكل ما كانت الجلاندز كتير كل ما طبعا يعني ايه البروجنوزيس بتاعه يبقى احلى. طيب فهو هنا بيقول لي ان جريد 1 السوليد اريا طبعا دي حاجه مش كويسه خالص، يعني السوليد اريا دي بتبقى حاجه يعني بعيده عن الخلايا الاصل، بيبقى تيومر بقى اللي هو تقريبا بتبقى undifferentiated tumors وهكذا. فالسوليد اريا في الجريد 1 تبقى اقل من 5%. طيب جريد 2 لا، ده بتبقى من 5 ل 50%. طب جريد 3 السوليد اريا بتبقى عدت ال 50%. تمام، فكل ما بيزيد الجريدنج كل ما بيزيد الريسك بتاعه، الريسك بيزيد. تمام، وطبعا كل ما زادت النيوكليير اتيبيا هتزود لي من الجريدنج بتاع التيومر. البروجنوسيس بتاعه بيعتمد على ايه؟ انا عندي البروجنوسيس بيعتمد على كذا حاجه. البروجنوستيك بقى اول حاجه في الايدج، الايدج بيقول لي ان هو طول ما هو جاي في سن اصغر، يعني اصغر من يعني مثلا واحده لسه بادئه في المونوبوز مثلا وجالها التيومر ده، ولا واحدة مثلا عدى عليها المنوبوز مثلا بعدها ب10 سنين، لا ده اللي لسه جاي لها المنوبوز الست اللي هي تبقى اصغر، بيبقى البروجنوزس بتاعه بيبقى احلى. طب الجريدنج طبعا اكيد اللو جريد بيبقى احلى من الهاي جريد. طيب المايوميتريال انفيجن لو اقل من 50% فده بيبقى البروجنوزس بتاعه بيبقى كويس. طيب لو عمل انفيجن للمايوميتريم بنسبة اكتر من 50% ده لا ده بيبقى باد بروجنوس. تمام، وتحفظوا لي الحاجات دي، يعني تحفظوا دي عشان مهم.
وطبعا الهيستولوجيكال تايب طبعا بيفرق عندي. انا عندي اللي هو بيبقى تايب 1 بيبقى احسن طبعا من تايب 2. انا قلت لكم ان السيروس تايب بيبقى عنيف جدا. الفيجو ستيج كل ما كانت قليله, كل ما الستيج كانت قليله كل ما يعني في الفيجو ديت دي فيدريشن يعني انترناشونال فيدريشن بتاع بتاع الجاينا والاوبستاتريكس, مؤسسه يعني كده مقسمه الكانسر دوت لستيجز فمسمينها على اسمها فيجو ستيجز. فكل ما كانت ستيجز قليله كل ما كان البروجنوسيس احسن. والليمفاتيك سبريت طبعا لو عمل ليمفاتيك سبريت اكيد يعني البروجنوسيس هيبقى اوحش. كل ما يعمل سبريت بقى ليمفاتيك وهكذا, لا البروجنوسيس عندي هيبقى وحش. طيب الباي ماركرز زي ما قلت لكم, لو لقيت ان الهرمون ريسبتور يعني التيومر ده هرمون ريسبتور بوزيتيف يعني التيومر ده بيستجيب للاستروجين ريسبتور, ده هيبقى حاجة حلوة قوي. ليه؟ لان انا ممكن اقدر اعالجها. انا قلت لكم ان الاستروجين بيطلع بطريقة ان اوبوست, ما فيش حاجة بتوقفه ولا بروجستيرون ولا اي حاجة, فبيطلع بطريقة وحشة قوي بطريقة يعني كتيرة, ما فيش حاجة بتوقف, ما فيش بروجستيرون بيوقفه. فانا ممكن اديها بروجستيرون من بره يوقف لي الاستروجين دوت, وبعد كده اما اوقف البروجستيرون ده يحصل شيدنج اصلا للاندوميتريوم لوحده. تمام اهو. favorable as it responds to the hormonal therapy. في طبعا اللي هو ال KI 67 index برضو ده بيعتمد عليه, وبيعتمد برضو على ال انا قلت لكم اللي هو الجين دوت. انا قلت لكم ان الجين ده اساسا بيبعت growth signals لل بيبعت growth signals للنواة بتاع الخلية ان هي تجرو كده يعني, يعني بيبعت اشاره للنواه بتاع الخلايا ان هي ان الخليه تبدا في الجرونج وتنمو كده. وقلت لكم ان الجين ده بيعمل هو اللي بيعمل ان اكتيفيشن لنفسه وبيساعده على كده انزيم معين. طيب الجين ده لو حصل فيه ميوتيشن خلاص هو كده مش هيعرف يعمل ان اكتيفيشن لنفسه, فطالع على طول الجين ده عمال بيطلع سيجنالز راحه للنواه تامرها ان هي يعني الخليه تجرو كده وتكبر بطريقه بقى عنيفه فيحصل منه تيومر. والبي 53 جين ده برضو مهم, وقلت لكم ده بيبقى مرتبط بالسيروس كارسينوما. احفظوها عشان مهمة. نبدأ بقى في اللايوميوما او الفايبرويد. اللايوميوما ده مهم 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 جدا, ومهم ككلينيكال. وقلت لكم ان الموضوع يعني موضوع المحاضرة ده اصلا مهم كلينيكال عشان ننسى بعد كده. لايميوما ده قلت لكم ان هو بيبقى ده بناين نيوبلاستيك بروليفريشن اوف السموث ماسل بتاع المايوميتريوم. المايوميتريوم السموث ماسل اللي فيه بيحصل فيها بقى بروليفريشن, وده بيقول ان هو موست كومن تيومر ان الفيميلز من 30 ل 50 سنه, قصدي 50 سنه ايه معلش, من 30 ل 50% يعني نسبه حدوثه من 30 ل 50%, ودي نسبه كبيره. وده فعلا موست كومن تيومرز اللي بتحصل في الفيميل ديورنج الريبرودكتيف لايف. علموا على حته الريبرودكتيف لايف دي عشان مهمه. طب ليه الريبرودكتيف لايف؟ لان بيقول ان الهرمون ده التيومر ده بيبقى ريليتد للاستروجين. يعني طول ما في استروجين كتير هرمونز كتير التيومرز ده بيستجيب للاستروجين دوت فبيكبر اكتر. تمام. وانا عندي الاستروجين الكتير بيطلع في مرحله ايه الريبرودكتيف طبعا. طيب related to estrogen exposure common in the premenopausal woman. تمام. مشهور برضو في البريمينوبوزال وومن. البريمينوبوزال وومن عشان يعني هو يعني هو البريمينوبوزال تقريبا لسه ما دخلتش في المينوبوز. طب ثواني انا هعلم على دي كده, وعشان برضو انا نفسي اتلخبطت. بس هو كتيومر يعني هو مشهور في الريبرودكتيف لايف. وهسألكوا في الحتة دي وهقولها لكم في المراجعة بإذن الله. التيومر ده بيبقى اوف مالتيبل يعني مش بتبقى حاجه سنجل واحده, لا ده هو بيبقى مالتيبل كتير يعني كذا حاجه كذا تيومر يعني, في مش طالع كتله واحده كده, لا ده كذا حته يعني.
بعد كده بيقول لي بيكبر during pregnancy. ليه؟ لان البريجنسي بيبقى عندي الهرمونات تبقى عاليه، الاستروجين والبروجستيرون بيبقوا عاليين، تمام. طيب بعد كده بيقول لي ان التيومر ده شرينك افتر المينوبوز، والسطر ده مهم جدا جدا عشان ام سي كيو. طيب ليه بيحصل له شرينكج في المينوبوز؟ عشان خلاص المينوبوز ما بيبقاش فيه هرمونز وكده، فبيحصل له شرينكج بقى التيومر ده خلاص. يعني حتى في ناس ساعات لو هو مش كبير قوي في الحجم او كده، وخلاص الست دي قربت على المنبوذ، ممكن بيتساب بعد كده وهو في المنبوذ، يعني التيومرز بيحصل له جينيريشن لوحده ويكش كده ويقل في الحجم اهو. حتى هو بيقول لي هو دينسلي كولاجينوس اند ايفن كالسفاي، ممكن يحصل له كالسيفيكيشن حتى ويبقى شرينكج كده، مش تيومر اللي هو كبير بقى. يعني انا قلت لكم ان هو ايه related to estrogen exposure. طيب المورفولوجي بقى، او ده شكل مثلا في الصورة دي، بصوا عارفين الحتة الصغيرة دي اليوترين كافتي. ان شفتوا انه التيومر كبير ازاي؟ طلع اهو، هو ده طالع في الول اهو، طالع في الول لدرجة انه ضاغط على اليوتراين كافيتي. تقريبا اليوتراين كافيتي يعني مش واضح اصلا. فبيبقى جروسلي اهو طالع، بيبقى ويل ديفايند اهو او ويل سيركمسكرايبد، بيبقى فيرم طبعا، وجراي وايت، لونه جراي وايت، بياخد شكل اسمها وورلد ميسس، تمام. الميسس اهي تبقى وورلد، بتدستورت اليوترس. انا قلت لكم ان هي طالعه في الول اهو لدرجه ان هي مشوهه شكل اليوترس، يعني ما فيش كافيتي يعتبر. بصوا دي هي دي الحته دي هي الكافيتي، فهو مش باين اصلا. وبيضغط لي على البلفيك ستراكتشر. حتى التيومرز ده لو قعد يكبر بيحددوه بعد كده ما بيكبر في الحجم بالويكس بتاع البريجنانسي. يعني انا مثلا الست البريجنانت اما الرحم بتاعها بيكبر وكده بيطلع في الابدومن، بيقيسوها طبعا بالاسابيع وهكذا. فهما برضو التيومر ده اما بيكبر بيكبر حجم اليوترس برضو لدرجة انه يطلع في الابدومن برضو، فبيقيسوه بالاسابيع زي الحمل كده. فممكن يبان التيومر ده لو كبر ممكن يبان فعلا بقى ان هي ماس طالعة كده. موست اوفن ان هو بيبقى مالتيبل، يعلموا عليها برضو. ممكن برضو يجي سنجل، بس هو لما بيجي مالتيبل، رينجينج ان سايز، ممكن يبقى واخد شكل حجم سمول او ماسيف ستراكشر كبيره زي اللي في الصوره دي كده. لارج نيوبلازمس، نيوبلازمس اللي هي التيومر ده ما بيكون كبير، بلاقي ممكن الاقي فيه فوقاي اوف اسكيميك او نكروزس او هيموريدج او انسيستيك سوفتنينج، تمام. يعني ممكن الاقي في التيومر دوت هيموريدج ونكروز فعلا لما يبقى كبير قوي، والاقي فيه سوفتنينج كده زي الحاجات دي، زي الحاجات اللي بلاقيها في المالجنسي كده. بيتقسم طبعا ل 3 تايبس، انترا ميورال وسب ميوكاس وسب سيرس. انا عندي مثلا ده اليوترس اهو، انترا ميورال اللي هو في قلب العضله كده طالع في قلب المايوميتريوم، سب ميكوزال ده تحت الاندوميتريوم بيزق الكافيتي كده لجوه، اما الانتراميورال بيبقى محشور جوه العضله، بيبقى الانتراميورال بيبقى محشور جوه العضله بتاعه الجدار كده. السبس روزر ده بيبقى بره. حتى هو السبس روزر ده حتى لو كبر ما بيكبر في بيكبر في البرود ليجامنت، بيقول عليه ان هو بيطلع في البرود ليجامنت من كتر ما بيكبر ويخش على البرود ليجامنت، تمام. نيجي بقى للميكروسكوبيك بيكتشر، بيقول ان هو whirling bundles of smooth muscle cells اهو واخده. بصوا عارفين شكل الدوامات كده اهو، شفت شكلها عامله ازاي؟ زي اللي في الصوره كده. وممكن الاقي زي ما قلت لكم فوكاي اوف فايبروزس او كالسيفيكيشن او اسكيميا ونكروزس او هيمريدج، تمام. طيب الكلينيكال بيكتشر بقى، ده يوجوالي اسيمتوماتيك، يعني ما فيش الست مش بتشتكي من حاجة، يعني ده معظم الحالات تبقى اسيمتوماتيك، ممكن تكتشف بالصدفة وكذا. ست مثلا بتعمل سونار لسبب تاني وهكذا. طيب لو موجودة
هتعملي ابنورمال يوتراين بليدنج، هتعملي مينوراشيا، يعني مثلا المنسز اللي بتنزل على الست دي بتبقى كميتها كبيرة قوي وبتعملها بليدنج جديد، فالست بقى تحس ان في حاجة مش طبيعية فتروح تكشف بقى، فتعرف بقى بعدها ان لا ده في فيبرويد. تمام، فيبرويد طبعا بيمنع حدوث ان يحصل حمل. فطبعا في ستات اما يدوروا على سبب الانفيرتيليتي طبعا ممكن يلاقوا ان في فيبرويد في اليوترس هو اللي العائق اللي عامل كده يعني، او اللي مسبب الانفيرتيليتي. وزي ما قلت لكم بقى ممكن تيجي بالفيك مايس، انا قلت لكم مي بي بالبيتد، بالبيتد يعني اللي هو لو داس على يعني لو حط ايده مكان ال مكان الماس دي هيحسها. انا قلت لكم ان الاكزامينيشن اما هتاخده بعد كده في البطن باذن الله، الاكزامينيشن بيبقى عندي من الانسبكشن ببص بالعين، لكن بالبيشن بحط ايدي على العيان بالبيشن او بحس. تمام، فهيحس الماس دي. وانا قلت لكم ما بيكبر بيكبر لدرجه ان هم بيقيسوه بالاسابيع زي ما بيقيسوا الحمل كده. ان بي مهمه، ده ريرلي ان هو يتحول للايوماي ساركوما. النسبه اقل من 1%، النسبه مش 1% كمان، هي موجوده في الكتاب عندكم 1%، النسبه اقل من 1% كمان. فقليل قوي 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 ان يحصل لايوماي ساركوما. تمام، منه يعني اللايوماي ساركوما ما بتطلع بتطلع هتيجي في السلايد اللي بعدها بتطلع دونوفو، يعني بتطلع لوحدها يعني ما فيش قبلها لايوما يوما وقلبت لايوماي ساركوما، لا ده رير قوي 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 ان يحصل كده. نيجي بقى لللايوماي ساركوما اهو، ده مالجنت بروليفريشن للسموث ماسل اللي هو المايوميتريا. ارايز دونوفو، دونوفو يعني دون ارايز فروم اللايوميوما، يعني ما فيش لايوميوما اللي هو بناين تيومر طلع وبعد كده تحولي للايوماي ساركوما، لا ده هي طالعه كده لايوماي ساركوما على طول. وطبعا بتتشاف فين يعني اكتر؟ فين؟ في البوست منوبوزال وومن اللي هو بقى 60 سنه 70 سنه. تمام، الموست اولويز سوليتري على عكس اللايوميوما. طب شكلها جروس، بيبقى حجمها كبير، بتبقى اكبر من 10 سنتي، تبقى يلوش ان كلر وسوفت. سوفت طبعا دي علامات اللي هو بقى طبعا يعني اما بيبقى فيه مالجنس كتيره ونكروزز وهيموريتش اكيد التيومر بيبقى سوفت، على عكس مثلا اللايوميوما لا ده فيه فايبرس ترابيكيوليشن. تمام، فعشان كده بيبقى فيرم. تمام، بلاقي طبعا نكروزز وهيموريتش وانفلتريتنج بوردر. طيب انا عندي برضو الفايبروما او اللايميوما بيبقى برضو فيها في قايمه من النكروزز او الهيموريتش. طيب افرق لو جات لي عينه من دي وعينه من دي، افرق ان دي لايمي ساركوما ازاي تحت الميكروسكوب ودي لايميوما؟ بيفرقوها من الميتوتيك فيجرز، ده اكيد، لان الكريتيريا بتاع المالينجنسي الميتوتيك فيجرز بتبقى عاليه قوي قوي قوي، وده لايمي ساركوما بيبقى عنيف، فاكيد الميتوتيك فيجرز بتبقى عاليه جدا. اهو مايكروسكوبك، بلاقي تحت الميكروسكوب نكروزس، طبعا علامات النكروزس والميتوتيك اكتيفيتي والسيلولار اتيبيا. علموا على الميتوتيك اكتيفيتي دي عشان شفتها في كذا سؤال وحطهم لكم في الاسئله. طبعا لو شال التيومر دوت سيرجيكال، علامات الريكرنس بتبقى يعني ان يحصل تاني التيومر ده بتبقى كومن او ان يحصل تاني. تمام، بيبقى بقى ميتاستاسيس للنج، وقالوا ان السرفايفر ليت بتاعه معدل النجاة منه بيبقى حوالي 40%، فبالتالي هو وحش خالص، مش زي اللايوميوما. حاجة كمان، اللايوميوما لما بتطلع يعني اما بتطلع في الست وكده، وست مثلا مش هتخلف تاني او ست يعني عندها عيال مكتفيه، بيشيلوا الرحم يعني بيعملوا هيستيركتومي يعني، فهو كويس في كده. ولو لايوميوما طلع حاجه سنجل بس بيشيلوا، ممكن يعملوا مايوميكتومي يشيلوا الفيبرويد بس ويسيبوا الرحم عادي. على عكس دي لو عملتها سيرجيكال علامات الريكرنس بتبقى عاليه. في سؤالين كده بقى حطهم لكم، او 3 اسئله حطهم لكم كده في اخر محاضره. وباذن الله في المراجعه هاكد لكم برضو على الحاجات اللي وقفت فيها وانا بشرح دي. وهشرح حته الاميونوفينوتايب دي عشان عايزه اقولها لكم تفصيل تفهموها.
وهنحل الأسئلة بإذن الله في المراجعة. الفايل بتاع الوورد بتاع الأسئلة، البيك انسيدنس بتاع الاندوميتريال كارسنوما احنا قلنا بتيجي فين؟ في البوست منوبوزال. وقلنا ليه بوست منوبوزال؟ لان خلاص الست دي ما بيبقاش عندها بروجسترون اللي هو يبوظ الاستروجين. وقلنا الاستروجين ده، طب الاستروجين اللي بيجيلها منين؟ اما بقى بتاخد هرمون ريبليسمنت ثيرابي، او الست دي بتبقى يعني تخينه وبيبقى بتبقى اوبيز يعني، فالفات سيلز بتحول الاندروجين اللي عندها لاسترون اللي هو الاستروجين، فبيأثر لي على الاندوميتريوم. طيب الكاركترستيك ميوتيشن اللي بشوفها في الاندوميتريويد كارسنوما تبقى في انهي جين؟ اللي هو البي تي اي ان جين، او في جين تاني قلت لكم عليه. هو احنا كنا اصلا قايلين اللي هو الكي ار اس ده برضو بيعمل، بس ركزوا له على البي تي اي ان جين. يعني في الاجابه بتاعت الاسئله كانت اللي هو البي تي اي ان، فركزوا على ده معلش. تعالوا بقى للكيس ديت. 50 years old female had a pelvic mass on operation, a huge ovarian mass. A huge ovarian mass was found showing areas of hemorrhage and necrosis and papillary formation. On microscopic examination, the tumors revealed the picture of adenocarcinoma with many sarcomas bodies. The possible diagnosis is A. طبعا اللي هو بيبقى يعني هم ما شافوها تحت الميكروسكوب وكده لقوا ان في ادينوكارسينوما. هو انا اللي محيرني ان هي يعني كنت انا جايبها على اساس ان هي هتبقى في اليوترس. خلاص سيبكم الكيس دي وان شاء الله هحل معاكم الفايل بتاع الاسئله. يبقى نيجي بقى إعادة كده على المحاضرة سريعا. انا قلت لكم عندي الاندومتريوم بيبقى عندي عندي اليوترس بيبقى عندي من اندومتريوم ومايومتريوم. المايومتريوم دوت اللي هو ده بيبقى سموس مسل بيبقى تحت الاندومتريوم تمام. والاندومتريوم ده بتبقى الميكوزه المبطنه لليوترين كافتي. وقلت لكم ان اليوترس بيبقى هرمونلي سنسيتيف، حساس جدا للهرمونز. وعندي الاستروجين بيبقى مسؤول عن الجروث بتاع الاندومتريوم. بعد كده يحصل الاوفيوليشن، يخرج لي البروجسترون، بروجسترون يجهز الاندومتريوم ده عشان لو حصل امبلانتيشن او حمل او كده. ما حصلش حمل بيحصل شيدنج للاندومتريوم ده ويحصل منستيرول فيز. الاندومتريال كارسينوما malignant proliferation of endometrial gland تمام. وقلنا ان هي لو الست يعني في الكلينيكال بريزنتيشن شكلها ازاي، الست اللي بتبقى جايه دي تبدا الست بتبقى بوست منوبوزا وبتبقى جايه بتشتكي من بليدنج تمام. فلازم اتاكد الاول ان ما عندهاش endometrial carcinoma او endometrial hyperplasia. وبعد كده ابقى لو يعني لو ما فيش في الاندوميتريوم حاجه بتاع اليوترس واليوترس بتاعها سليم، ادور بقى على سبب تاني. بيحصل بقى عن طريق distinct two distinct pathway اللي هو hyperplasia اللي هو قلت لكم ان هو بيبقى عن طريق اللي هو الاستروجين، او sporadic ده اللي هو بيطلع بقى بيطلع في الاتروفيك endometrium. classification قلنا بيبقى clinical pathological type و histological type. وقلت لكم الهيستولوجيكال جزء من ال clinical pathological. تايب 1 بيحصل في 80% من الكيس بتيجي بتايب 1، 20% من الحالات بتيجي بتايب 2، فتايب 2 ده نادر. تايب 1 بتحصل في الستات اللي هي 50 سنة، اللي هي بري منوبوز، اللي هي في السنة بالظبط يعني السنة بالظبط اللي قبل المينوبوز تمام. تايب 2 لا، دي بتبقى بوست منوبوز بقى، بتبقى عدت البوست عدت المنوبوز من زمان كمان يعني 60 سنة 70 سنة. الريسك فاكتورز بتاعت دي قلنا اندوميتريال هايبربليشيا او اوبيستي او انفيرتيليتي عشان ما بيبقاش فيه بروجستيرون طالع وما فيش اوفيوليشن، فبالتالي الاستروجين طالع عمال على بطاله شغال على الاندوميتريوم. طيب تايب 2 اندوميتريال بيبقى الريسك فاكتور بتاعه بيبقى اندوميتريال اتروفي.
المولكيولار التريشنز، احفظوا اللي هي البي تي اي ان جين دوت عشان موجود في الاسئله وكان متجاوب بي تي اي ان، وبرضو اللي هو الجين اللي هو الكي ار اس اللي هو من الار اس فاميلي ديت، انا عرفتكم بيشتغل ازاي عن طريق ان هو بيفضل يبعت اللي هو اشارات للنواه بتاع الخليه ان هي تفضل تجروك وهكذا. لكن التايب 2 ميوتيشن بتحصل في البي 53 جين ده. الهيستولوجيكال تايبس بتاعتهم في تايب 1 متقسمه اندومتريويد وميوسينس، بس الاشهر طبعا الاندومتريويد. اما في التايب ده تايب 1، تايب 2 بيبقى السيروس والكلير والسكويمس، بس الاشهر طبعا السيروس. طيب البيولوجيكال جريد في التايب 1 بتبقى لو، تايب 2 بتبقى هاي. وقلنا طبعا ان اللي بيبقى فيه هرمون ريسبتورز وبيستجيب للهرمون السيرابي اللي هو تايب 1 اكيد. البريكيرسر ليجن قلنا في دوت بيبقى اتيبيكال في تايب 1، بيبقى اتيبيكال اندوميتريال هايبربليشيا تمام. بعد كده بقى بتتطور بقى او بتديفولب بعد كده لاندوميتريال كارسينوم. الاميونوفينوتايب دي هنسيبها للمراجعه عشان اشرحه لكم بالتفصيل ان شاء الله. المايوميتريال انفيجن بقى دي بيبقى مينيمال، يعني قليل انها يعني لو عملت انفيجن المايوميتريا مش هيبقى عنيف او طقوس او في المصل بتاع المايوميتريا لا. والستيج لما بييجوا يشخصوها وكده معظم الحالات بتبقى في اللو ستيج ولسه في الاول وبيلحقوها بالهرمون سيرابي. اما في التايب 2 لا، ده بيبقى عامل انفيجن ديب او داخل في المايوميتريا واصلا بيشخصوه وهو هاي تمام. السبريت والكلينيكال كورس طبعا قلت لكم اي سبريت بيبقى في الليمف نود تبقى تبع طبعا الريجنال ليمف نود اللي ماشيه مع البلاد سبلاي بتاع الاورجن ده، وممكن تعمل للديستنت ميتاستاسيس. بس الكلينيكال كورس بتاع طيب 1 فيفورابل عشان بشخصه في الاول واقدر الحقه. لكن دي لما بيجي بنشخصها بتبقى هاي قوي وبتعمل انفيجن بدري قوي قوي الفالوبيان تيوب بقى وتخش على البريتونيال كافيتي وهكذا، فالانفيجن بتاعها بيبقى بدري قوي والبيهيفير بتاع التيومر ده بيبقى عنيف عشان كده هو بيبقى unfavorable. طيب وانا قلت لكم اللي هو بيبقى endometrial carcinoma تمام او mucous carcinoma، بس الاندومتريال كارسينوما دي اللي بتبقى اكتر، بيبقى معاها سكوليس ميتابليجيا او سكريتوري او فيلو جلاندولار او سيتد، بس الاشهر اللي هو السكريتوري تمام. واندومتريال كارسينوما هي الاندومتريال ادينو كارسينوما تمام. تايب 2 دي كارسينوما ارايزز ان اتروفيك اندومتريوم. بيبقى ايه واخد اشكال ايه؟ بيبقى السيروس كارسينوما اللي هو بيبقى عامل اشكال بابلي اللي قلناها وهنعيدها دلوقتي، او بيبقى فيه ميكسد اللي هو واخد من النوعين. المورفولوجي قلنا في الجروس بيكتشر اليوترس بيبقى شكله كبير، بيبقى كومن او ان هو يبقى طالع في الفندس، ممكن تبقى واخده شكل فانجيتنج بلوبويد ميس، ميس عامله شكل البولت كده وعامله فانجيشن، او تبقى ديفيوز انفلتريت كارسينوم، تبقى كارسينوم عامله انفلتريشن حواليها كده واخده كل الاندومتريوم. طيب لو شفتها ميكروسكوبك بشوف تحت الميكروسكوب الاندومتريويد ادينو كارسينوما، اللي يهمني الاندومتريويد ادينو كارسينوما اللي هو تبع تايب 1 والسيروس كارسينوما اللي هو تبع تايب 2. الاندومتريويد ادينو كارسينوما دي قلت لكم ان بيبقى شكل الخلايا تحت الجلاند تحت الخلايا بتبقى شكلها elongated او راوند، بتبقى السبيس ما بين الجلاند والجلاند التاني بيبقى كراودد كده مزدحم اللي هو في بروفيشن للجلاندز. الكولمنر ايبيثيليا بتاع الجلاندز ده قلنا ان هو ليه اسمه اندومتريويد عشان بيشبه الاندومتريال الايبيثيليال سيلز الاصليه. بيبقى السيتولوجيكال اتيبيا والنيوكلير كراودنج بيبقى واخد ديجري يعني كذا ديجري، يعني اللي هو ممكن ديجري تبقى قليله شويه لا ديجري تبقى كبيره شويه. البروجنوزس بتاعه بيبقى جيد يعني بيبقى جود بروجنوزس. وقلنا مع معدل النجاه من التيومر ده بيبقى 90%. طيب السيريس ادرو كارسينوما ده بيبقى واخد شكل اللي هو مثلا البابيلر ستراكشر
اللي هو قلت لكم دي شكل البابلي، وده ده الطقور اللي هو بيبقى فيه البلاد فيسلز وهكذا. ممكن بقى البابلي دي يبقى فيها الصمامة بادز، الصمامة بادز دي اللي هي بتبقى كالسيفايد بادي، يعني أجسام كده بيبقى فيها كالسيفيكيشن وكالسيوم كده متحجرة بالكالسيوم يعني. بالإضافة طبعا ممكن ألاقي جلانس اللي بشوفها في الاندوميتريال كارسنوما، ده طبعا بيبقى الأتيبيا بتبقى عالية جدا، عشان كده هو بيبقى اجريسيف، بيبقى اجريسيف بيهيفير، على عكس الاندوميتريال كارسنوما بيبقى البروجنوز بتاعه بيبقى جاي يعني جود. يعني السبليت بقى بيبقى دايركت يروح للفالبين تيوب، بعد كده الفالبين تيوب يروح على ينزل تحت على السيرفكس او يروح على البلادر اللي هو نايم عليها. طب الليمفاتيك تيوب الفيكلينف نود، تمام، البلاد هيبعت لللنج والليفر والبونز. الستيجينج مهم مهم مهم. ستيجينج ستيج 1 بيبقى في البادي بتاع اليوترس عادي، ستيج 2 ينزل للسيرفكس، ستيج 3 يعمل انفيجن للاستراكشر اللي حوالين اليوترس بس مازال موجود في البلفس، بعد كده ستيج 4 يبقى بقى متاستاسيس ويروح للاذر فيسرا زي مثلا اللنج الليفر كذا يعني. طيب الجريدنج بيعتمد على عندي النيوكليار اتيبيا. طب ايه الكرايتيريا بتاع النيوكليار اتيبيا والفيتشرز بتاع المالينجنس اللي ممكن الاقيها؟ قلنا ان النيوكلياي بتبقى واخده اشكال متعدده، شكلها مش ثابت كده، وبتاخد اشكال متعدده وبتتسبب بصبغات مختلفه وهكذا، احجامها مختلفه. الهايبر كروميزيا اللي هو النيوكلياي بتبقى دارك قوي. الكروماتين بيبقى ابنورمال، تمام، وهجيب لكم الصوره للكورس للكروماتين دوت. الميتوزيس بيبقى ابنورمال وبيبقى عنيف قوي، ودي اشهر حاجه اصلا في علامات المالجنس الشديده، الميتوزيس اللي هو الابنورمال ميتوزيس. طبعا كل ما زادت النيوكليار اتيبيا والفيتشرز بتاعتها دي، كل ما هيزيد الجريدنج بتاع التيومر. وقلنا ان جريد 1 تبقى السوليد اريا اللي مش شبه الخلايا الاصل اقل من 5%، نسبتها ضعيفه جدا. طب جريد 2 السوليد اريا من 5 ل 50%. طب جريد 3 تبقى اكتر من 50%. البروجنوزس قلنا بيعتمد على حاجات كتير، حاجات زي الايج، قلنا لما يجي في سن اصغر يبقى احسن، والجريد جريد كل ما كان قليل يبقى احسن. الميومتريا الانفيشن لو اقل من 50% ده بيبقى كويس، اكتر من 50% للميومتريا ده بيبقى وحش. الهيستولوجيكال تايب قلت لكم ان الاندوميتريال كارسينوما احسن طبعا من السيرس كارسينوما. والفيجو ستيج مقسمه الكارسينوما دي لستيجز، فكل ما كانت الستيج قليله كل ما كان احسن. الليمفاتيك سبريد لو ما بعتش الليمفاتيك سبليد لسه او ما حصلش منه سبليد للليمف نود للريجنال الليمف نود يعني، فكده يعتبر احسن. البايوماركرز بقى قلت الهرمون اللي بيبقى، قصدي التيومر اللي بيبقى بوزيتيف للهرمون ريسبتورز زي الاستروجين ريسبتورز زي الاندوميتريويد كارسنوما ده بيبقى فيفورابل، لان ممكن اعالجه ببروجسترون والحقه في الاول، الحقه بهرمون سيرابي، تمام. والكي ار اس جين دوت والبي 53 بي 53 مهم مع السيرس كارسينوم. والكي ار اس جين برضو لو حصل فيه ميوتيشن بيحصل جروس في الخلايا وكده بطريقه غير طبيعيه. قلنا الليوميوما بقى ده اشهر بناين تيومر هلاقيه في الريبرودكتيف لايف، مرحله الريبرودكشن يعني قبل المنوبوز. التيومر ده كل ما زاد تعرض للاستروجين كل ما التيومر ده بيكبر، عشان كده التيومر ده في المينوبوز بيحصل له شرينك، تمام، وبيبقى دينسلي كولاجينس او كاسفوي، تمام. اما في البريجننس بيبقى في الهرمونات عاليه الاستروجين والبروجسترون فبيكبر في البريجننس. على فكرة كمعلومة ليكو كده يعني الفيبرويد بيستجيب للهرمونين يعني الاستروجين والبروجستيرون الاثنين، فاعتقد عشان كده السبب في ان هو بيجي في الريبرودكتيف لايف. جروسلي بقى بيبقى شكله ازاي؟ بيبقى شكلها ويل ديفايند ويل سيركمسكرايب زي الشكل اللي في الصورة دي كده، متحددة هي وفيرم، وبتبقى الورلد ماسس دي اللي بتبقى واخداها بتعمل ديستورشن لليوترس. يعني انتوا شفتوا زي ما قلت لكم الحته الصغيره دي ده كافيتي،
والحته اللي طالعه اللي في الوول دي كلها الفايبرويد. فشوفوا ضغط على الكافيتي بتاع اليوتر ازاي، يعني اللي يشوفوا الصوره دي ما تشوفوا الداتا، ما تشوفوا الصوره كويس في الداتا عشان شخبطت كتير وبهدلت الدنيا. هتلاقوا ان يعني لو شفتوا الصوره لا مش هتعرفوا ان ده يوترس، هي يعني مشوهة خالص. وبتضغط طبعا على البلفك ستراكشر اللي حواليها وكذا. بتيجي طبعا مالتيبل بالشكل ده، يعني واخده اشكال متعدده. ممكن تيجي سنجل، طبعا بتتنوع في الاحجام بتاعتها. لو حجمها كبير قوي قوي ممكن الاقي فيه فوقي من الاسكيميا والنيكروزيس والهيموريتش. بتنقسم لثلاث انواع. انتراميورال بيبقى موجود في قلب قلتلكوا ده اليوترس اهو، تمام، بتبقى موجودة في قلب العضلة دي انتراميورال. طيب سب ميكوزال بتبقى موجودة تحت الاندوميتريال. طيب سب سيروزر يعني بتبقى ممكن تخترق اصلا بعد اليوترس، بعد اليوترس يعني، وتخش للبرود ليجامنت وهكذا. الميكروسكوبيك كيتشر قلنا ان هي بتبقى واخده شكل الورلي بندلز دي، زي ما موجوده في الصورة قدامكم في سموث ماسل سيلز. ممكن الاقي فوقي من الفيبروزس والكالسيفيكيشن والاسكيميا طبعا والهيموريدج. طيب الكلينيكال بكتشر قلنا ان هو بيبقى يوجوالي اسيمتوماتيك. طيب لو جات لي هتجيلي بايه؟ الست دي هينزل عليها دم كتير في المنسز وبيوجع قوي، يعني هتحس ان حاجه مش طبيعيه، فهتروح تكشف فيعرف مثلا الدكتور بالالترا ساوند ان دي عندها فايبرويد وهكذا. ممكن ست جايه تشتكي من انفيرتيلتي ان هي لسه لحد دلوقتي ما حملتش، يتضح برضو ان هي عندها فايبرويد. وقلنا لما بيكبر قوي 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 بيطلع، يعني بيبان بقى، بيبان كابدومينال ماس كده. وممكن يعني اما احط ايدي وهكذا احسها، واحس ان الماس دي حتى ما هو ما بيكبر قوي قوي بيقيسوه بالاسابيع بتاعه الحمل زي ما قلت لكم. نادرا اول ما يتحول لليوميساركوما، اقل من 1%، والنسبة مهمة والكلمة دي مهمة. اللايوميساركوما بقى ده مالجنت بروليفريشن للسموس ماسل بتاع المايوميتريم. ارايز دونوفو يعني زي ما قلت لكم ان هو مش يعني مش بيطلع من اللي هو لايما يوما يعني تحولت لايما ساركوما، لا ده هو بيطلع كده. usually seen on post menopausal women، يعني بقى ستات عندها 60 سنة 70 سنة هكذا. almost always solitary، بتبقى مش multiple زي الفايبرويد. ال gross picture بتبقى large، بيبقى large size اكتر من 10 سنتي. بلاقيه سوفت ويلو يلوش كلر، حتى مش فيرم كده زي اللايما يوما، لاني ما فيهوش الفايبر استرابيكيوليشن اللي موجوده في اللايما يوما. بيبقى فيه نيكروزس وهيموريدج وانفلتريتنج بولدر، طبعا عامله انفلتريشن. الميكروسكوب بقى تحت الميكروسكوب بلاقي علامات النيكروزس والميتوتيك اكتيفيتي والسيلولار اتيبيا. طبعا لو شلت التيومر ده بالسيرجري، الريكرنس معدل الريكرنس كومن ان هو يرجع لها تاني التيومر. بيبعت ميتاستاز، هيبعت ميتاستاز للنج. والسرفايفل ريت منه يعني معدل النجاة منه 40%، واكيد دي نسبة وحشة يعني. بس كده سنة تانية، ويا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة يعني بشكل كويس. لو احتجتوا اي حاجة ابعتولي، وان شاء الله في المراجعة احاول اظبط كل الحاجات يعني اللي انا ما قلتهاش، واكد لكم برضو على الحاجات المهمة، واحل معاكم طبعا الفايل اللي هو الوورد بتاع الاسئلة دي، احلها مع نفسكم الاول، بعد كده اللي يسمع المراجعة ان شاء الله يبقى يسمعها منها. وبالتوفيق لكم ان شاء الله.